أهلا ومرحبا بالجميع. هواية من الإخوان يسألون ويشتكون إنه البرامج اللي ينزلوها بالآيفون ما تنزل بعدين بالساعة. البرامج اللي موجودة طبعا نسخة إلها بالساعة، يعني مثل ماسنجر وغيرها، هواية من البرامج. فهاي المشكلة مرات أني همينة أعاني منها بصراحة. الطريقة لحل هذه المشكلة، أكو طريقة أو خدعة بسيطة تقدر تسويها، وطبعا راح تنحل عندك المشكلة وتنزل البرامج 100% بالساعة بكل سهولة. الطريقة هي أنه تنزل البرامج عن طريق الساعة نفسها، مو عن طريق الآيفون، يعني عن طريق الأب ستور اللي موجود بالساعة، اللي هو هذا. طبعا هاي همينة أكو ناس ما تعرف انه ممكن تحمل برامج عن طريق الاب ستور اللي بالساعه وتبحث. اهم يعني راح تدخل على الاب ستور، هذا هو الاب ستور. طبعا تروح على البحث، تلقى اول شيء هذه مكتوب مستطيل، مكتوب بحث، تنقر عليها راح يطلع لك بهذا الشكل. هنا مايكروفون، هذا الشيء ما يفيدنا لانه اللي جوا مكتوب اللغه العربيه، دوس على اللغه تحولها لغه انجليزيه، راح يطلع لك هذا الرمز مالت الكتابه. الكتابه شلون راح تجي تنقر عليها وترسم الاحرف، يعني حسب انت البرنامج اللي تريد تنزله شنو. مثلا نقول البرنامج مال الثيمات اللي نحكي عنه اللي هو الكلوكولوجي، تجي ترسم حرف سي، تجي بعدين ترسم ال وترسم الاو وترسم سي ثانية، ترسم الكي، ترسم او ال او والجي والواي. كتبت كلوكولوجي مثلا وانطيته دان، راح يبحث عن البرنامج حاله حال بالايفون. راح يطلع عندي هذا هو البرنامج، راح انقر على الرمز مال غامه شويه وراح يبدي طبعا التحميل. هنا أنا التحميل 100%، يعني حينزل عندك التطبيق بالساعه، ونفس الوقت راح ينزل عندك بالايفون هم. يعني ما راح يصير عندك المشكله انه يكون النزول بالايفون وتظل تدور وتنتظره بالساعه، ما راح تلقاه. خدعه يعني بسيطه هي ومهمه نفس الوقت للي يعاني من تحميل التطبيقات بالايفون وبعدين ما يجي يلقاها موجوده بالساعه. طبعا بدا التحميل مثل ما تشوفون، راح انتظر لحظات حتى تتاكدون من عنده. نفس الوقت التحميل همينا بدا بالايفون، تشوفون قيد الانتظار حاليا شويه لان الانترنت بطيء عندي، وهنا تيحمل. وبعد انتظار دقائق طويله طبعا للاسف بسبب ضعف الانترنت، نزل عندنا التطبيق بالايفون ونزل بالساعه مثل ما تشوفوا. كتب لي فتح، من راح انزل هنا راح اجي القاه. يعني طريقه حلوه وفعاله وتنزل لك البرنامج بكل سرعه وسهوله على الساعه، وهم ينزل على الايفون، ما يصير عندك مشاكل انه التطبيق ينزل بالايفون ويظل ما موجود عندك على الساعه. اتمنى لكم الفائده، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناه اذا كنت اول مره تزورني. مع السلامه.